نروح عشان نتابع كواليس فريق كرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة قبل مواجهة الإسماعيلي النهاردة، طبعا مع مراسلنا العزيز شريف شعبان. شريف، صباح الفل عليك. صباح الخير زميلي الكريم، وصباح الخير على الأستاذ كريم سعيد وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان من فندق إقامة النادي الأهلي. يمكن منذ قليل انتهى فطار النادي الأهلي، فبإذن الله يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري، طبعا البطولة المحبوبة لكل جماهير النادي الأهلي. طيب الأجواء العامة عندك عاملة ازاي؟ الروح المعنوية أخبارها ايه؟ اللعيبة بيتكلموا مع بعض بيقولوا ايه؟ يعني ادينا كده نبذة مختصرة. يمكن من كام يوم، يعني من اخر 3-4 ايام، الجلسات مستمره بين كباتن الفريق الكبار محمد الشناوي، علي معلول، سعد سمير، عمرو السوليه، كل اللعيبه الكبار، ايمن اشرف، كل اللعيبه الكبار بتتكلم في الجلسات مع اللاعبين عن الخروج من هذه الفتره بسرعه بعد الهزيمه والتعادل الاخير في بطوله افريقيا، الفصل ما بين البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، التركيز في مباراه الاسماعيلي فقط وعدم التفكير في مباراه فيتا كلوب اللي هتكون يوم الثلاث. ما حدش يتكلم خالص على وضع المجموعات، الترتيب، المنافسة عاملة ازاي في هذه البطولة، ولكن التركيز فقط في مباراة الإسماعيلي. نفس القصة، الجهاز الفني حذر اللاعبين أكثر من مرة، ما حدش يفكر خالص في مباراة فيتا كلوب، والتركيز فقط في مباراة كبيرة هي مباراة الإسماعيلي، وما يتخدعوش لموقف الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري. الإسماعيلي فريق كبير وبيقدم عروض كويسة جدا، وطلب مستر بيتسو موسيماني من اللاعبين أمس في المحاضرة الفنية اللي استمرت حوالي نص ساعة، شرح فيها نقاط القوة ونقاط الضعف، ان يركزوا في مباراة الاسماعيلي ومحاولة احراز هدف مبكر. يمكن مستر بيتسو موسيماني اختار 21 لاعب في المعسكر، يمكن كان على رأسهم العائد من الإصابة ناصر ماهر، الخبر لقى قبول كبير من جماهير النادي الأهلي وبتعول عليه الفترة القادمة جماهير النادي الأهلي. ناصر لاعب كبير وهتكون منافسة شرسة مع طبعا أفشة، اللاعب رقم او مركز 10 اللي بيجيده في النادي الأهلي، بإذن الله يكون الفترة القادمة كلها خير للنادي الأهلي. النهاردة يوم النادي الأهلي بدأ في 9:30، كان الفطار إجباري لكل اللاعبين، الغدا هيكون في 1:30، المحاضرة هتكون 4:00، هيعلن من خلالها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض بيه لقاء الإسماعيلي. وجبة السناكس هتكون 4:30، والتحرك هيكون 6:15 إلى استاد الجيش ببرج العرب. يمكن المسافة بين فندق الإقامة والاستاد حوالي 7-8 دقايق، بإذن الله يا رب يكون يوم موفق للنادي الأهلي.